التحضيرات عندنا هذا الأسبوع الثاني، بدينا الأسبوع الأول بمعدل حصة في اليوم، وهذا الأسبوع بديناها بمعدل حصتين في اليوم. هذا الأسبوع الثاني نظن من التحضيرات راهي تجري يعني بصفة جيدة، كل الإمكانيات يعني والظروف مواتية باش ننجحوا التربص الأول هذا في والانطلاقة هذه في مدينة برج بعراريج، وهذا بفضل الإدارة وإرادة الإدارة باش يعني تشكل الفريق يعني كما نقولوا حنايا التنافسي اللي تكون عنده كلمة في البطولة تاع 2016 2017. الحمد لله دوكا نقول لك انا اثار على بالي بلي مطاطشين على الصعود، انا نقول لهم ان شاء الله هذا العام يجوا بقوه ان شاء الله يساندوا الفريق حتى لاخر دقيقه، واللي كتبها ربي مرحبا بها. تدريبات في المستوى كما نقول لك الحمد لله بكوتيديان، الحمد لله احنا نخدموا ترافاي وان شاء الله نديروا موسم مليح ان شاء الله.